السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت محمد المصطفى، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت علي المرتضى سيد الأوصياء والصديقين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أخت الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة أجمعين، السلام عليك أيتها السيدة الزكية، السلام عليك أيتها الداعية الخفية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الراضية المرضية، السلام عليك أيتها العالمة الغير المعلمة، السلام عليك أيتها الفهيمة الغير المفهمة، السلام عليك أيتها المظلومة، السلام عليك أيتها المهمومة، السلام عليك أيتها المغمومة، السلام عليك أيتها الصديقة، السلام عليك أيتها المكروبة، السلام عليك أيتها المأسورة، السلام عليك أيتها الصاحبة المصيبة العظمى، السلام عليك يا زينب الكبرى، السلام عليك يا زينب الكبرى، ورحمة الله وبركاته. زيارت جناب سكينة سلام الله، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت سلطان الأنبياء، السلام عليك يا بنت صاحب الحوض واللواء، السلام عليك يا بنت من عرج إلى السماء ووصل إلى قاب قوسين أو أدنى، السلام عليك يا بنت نبي الهدى وسيد الورى ومنقذ العباد من الضلالة والردى، السلام عليك يا بنت أكرم العالمين حسبا وأفضلهم نسبا وأجملهم منظرا وأسخاهم كفا وأشجعهم قلبا وأكملهم حلما وأكفرهم علما وأثبتهم أصلا وعلاهم ذكرا وأفناهم ذخرا وأحمدهم وصفا، السلام عليك يا بنت بحر العلوم وكهف الفقراء، السلام عليك يا بنت من ولد في الكعبة وزبج في السماء، السلام عليك يا بنت سلطان الأوصياء وسيد الأولياء، السلام عليك يا بنت خار الله وابن خاره،
السلام عليك يا بنت سيد الشهداء، السلام عليك يا قبعة سيد شباب أهل الجنة، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا سكينة بنت أم رباب ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.